مساء الخير. هل تذكرون المجاهد الكبير محمود جول أغاسي الذي صنعته المخابرات؟ اسألوا ماهر الأسد عن أبي القعقاع السوري شيخ حلب المخابراتي الذي كان يستدرج الشباب يغريهم بالجهاد ليتم بيعهم بالمال والإيقاع بهم والتخلص منهم في العراق فيقتل هناك مجانا ومن يعود يزج به في السجون. انتهى دور أبو القعقاع وقتل بعد مسيرة مثيرة، ولكن من صنعه يتابع نهجه، وهناك اليوم عشرات من أبي القعقاع يتبعون لروسيا وللنظام المحترف بالمتاجرة بدماء السوريين وأرواحهم، يستدرجون شبابنا للقتال في ليبيا ويقبضون على كل رأس منهم. ناهيكم عن تركيا التي بدورها تجند المئات وتنقلهم إلى البلد نفسه ليقتل السوريون ويقتلوا بعضهم هناك. حثالات الأرض كلها ومجرموها دخلوا بلادنا، قتلوا وخربوا واغتصبوا، وبعضنا يريد أن يذهب ليدافع عن الأرض والعرض في قارة أخرى. أراضينا محتلة وبيوتنا مهدمة وننتظر الرياح لتقتلع خيامنا، وبعضنا يذهب ليحقق السلام في ليبيا ولينصر طرفا على آخر. كنا وما زلنا أصحاب قضية عادلة، قاتلنا ونقاتل لأجل كرامتنا، فلماذا وضع بعضنا نفسه بموقع العار والشتيمة وقبل أن يكون أداة قبل أن يكون أداة رخيصة؟ هل هو لأجل المال أم لأجل استعداء الأشقاء أم لأجل نصرة الغرباء أم لكي يشملهم بعطفه بوتين أو أردوغان؟ كل سوري يحارب خارج أرضه ولغير قضيته فهو مرتزق، إن كان من طرف تركيا أو من طرف روسيا. وإذا كانت تركيا قد أخذت بعض السوريين إلى ليبيا، فإن روسيا اليوم تأخذ سوريين آخرين. وقمة الصفاقة أن أنقرة تستنكر تجنيد مرتزقة سوريين لصالح حفتر، وقمة الوقاحة أن موسكو تستنكر تجنيد مرتزقة سوريين لصالح السراج. والطريف في الأمر أن سوريا أصبحت تصدر مرتزقة. اليوم في سوريا مكاتب وسماسرة وعملاء يتبعون لروسيا في الجنوب السوري ولتركيا في الشمال السوري، في السويداء وفي درعا وفي غوطة دمشق وفي جرابلس والباب وعزاز وغيرها، يجيشون الدهماء ويوقعون المراهقين لزجهم في ليبيا، يطمعونهم بالمال بينما أولادهم بين لندن وباريس وغيرها. فهل نلوم هذا السوري الذي يرزح تحت الفقر والجوع أم نلوم من سعى لتحويلهم إلى مرتزقة؟ ما الغاية من تحويل السوريين إلى مرتزقة وتحويلهم إلى مسبة بين الأمم؟ وهل فرغت الأرض من المرتزقة الجاهزين للقتال؟ أم أن الغاية هي إفراغ سوريا ممن بقي من شبابها ورجالها وتجريد القضية من أبنائها؟ لماذا نسمع عن سوريين يموتون في ليبيا ولا نسمع عن جنود أتراك أو روس؟ لماذا يخرس البعض عن تجنيد تركيا للمرتزقة، وعندما تفعل روسيا الفعل ذاته يصبح لسانهم بطول الحذاء والعكس بالعكس؟ هل أصبحنا محامين دوليين عن قضايا الأمم بينما قضيتنا تتعرض للعبث والتهميش؟ ألا يجب علينا جميعا وكما رفضنا دخول المرتزقة وشذاذ الآفاق إلى سوريا لقتلنا وتهجير شعبنا أن نرفض تحويل حفنة من السوريين إلى مرتزقة يستخدمون لصالح هذه الجهة أو تلك في النزاعات الإقليمية وبأوامر لا علاقة لها بمصلحة سوريا والسوريين؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. لا نقتلنا ولا جمل في ليبيا، لكننا كسوريين اليوم نتحول إلى خراف فنقاد إلى حتفنا في حرب ليس لنا فيها إلا وسم الارتزاق وخشية رفض الانصياع لرغبات المتحكمين بمصائرنا على اختلافهم.
ما بين دعم السراج والوقوف بجانب حفتر يضيع دم السوريين الذين نقلوا إلى تلك الحرب الشعواء في الغرب على جبهات المعركة الليبية المبهمة كتلك التي أقحموا فيها قبل سنوات خلت في حرب العراق حين جندهم نظام أسد في تلك المعركة الخاسرة باتفاق بين أبناء صدام ورأس نظام أسد على يد محمود جول أغاسي الملقب بأبي القعقاع ليدفعهم اليوم مرة أخرى صانعو الحروب والمستفيدون منها الذين يهيئون أجواء الموت ما بين ساحات المعارك في أرض الشام لينتقلوا إذا ما خلصوا من مهمتهم في أكل شباب سوريا على أرضهم محولين إياهم إلى لقمة سائغة في بلاد الصحراء الكبرى حيث تبتلع الرمال أجساد سوريين أصبحوا بفضل الفقر والتجويع الذي فرض عليهم مرتزقة ثمن روح الواحد منهم 1000 دولار ليس إلا. موضوع ليبيا صحيح الراتب 1500 حماية المنشآت 800 دولار. يوظف الروس أزلامهم في مناطق نظام أسد لتجميع المقاتلين السوريين على اختلاف توجهاتهم ما بين عناصر مصالحة وجدوا أنفسهم بعد انتهاء المعارك بلا دعم أو مساندة اعتادوا عليها خلال أيام الحرب الأولى فضلا عن مقاتلي ميليشيا أسد الذين تركهم النظام عبيدا للمحتل الروسي يفعل بهم ما يشاء جاعلا إياهم وقودا لحرب مصالحه في ليبيا مستغلا عقد النقص المادية لديهم ومغريا إياهم برحلة تعفيش جديدة مكانها ليبيا وعنوانها الحرب لأجل الحرب فقط. كلموك قالوا لي في طلعة ليبيا. وعلى الجانب الآخر يتحول من سموا أنفسهم بالجيش الوطني لجيش الارتزاق خارج الوطن ناسين مهمة حماية السوريين وإسقاط نظام أسد التي حملوا السلاح من أجلها متتبعين حفنة دولارات أسالت لعاب الطمع لديهم ليصبحوا وسعر صرف الدولار سواء. هو واقع الحال السوري الذي يؤلم كل من يفكر لحظة بشرف سوريته بأن يصبح السوري بضاعة تباع وتشترى في سوق النخاسة الحربية ومن يدفع أكثر يأخذ ما يريد من الأرواح يرميها حيث يشاء تاركا إياها عرضة لفناء الموت والقمة ومتعاملا مع دماء السوريين التي تسال بلا هدف مثل بركة ماء آسنة يعاف الاقتراب منها. أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول بالأستاذ وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات، بضيفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول أيضا سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، وعبر سكايب من عمان أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ زياد الريس. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ معك أستاذ زياد الريس من عمان، كونك صحفي وكونك ابن الغوطة، ماذا تضيف على ما قلناه في التقرير وفي المقدمة عن موضوع، طبعا تحدثنا سابقا كثيرا عن موضوع تجنيد ليبيا لمرتزقة سوريين وإرسالهم للقتال إلى جانب السراج في ليبيا، اليوم روسيا بدأت تسير على نفس النهج، ما المعلومات التي تضيفها حضرتك بكونك صحفي ومطلع على هذا الملف؟ أستاذ زياد، يبدو أن الأستاذ زياد الريس غير جاهز، إلى أن يجهز أنتقل إلى الأستاذ وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات ضيفي من إسطنبول. كل عام وأنت بخير أستاذ وائل، مرحبا بك معنا. إلى تفاصيل، كيف يسمح قادة الجيش الوطني والمسؤولون عن الفصائل في الجيش الوطني بأن يتحول رجالنا وشبابنا من قضيتنا العادلة إلى مرتزقة يقاتلون في أرض ليست أرضنا، نتحدث هنا عن ليبيا، من أجل المال وعن قضية، يدافعون عن قضية وعن أطراف لا تمت للملف السوري وللشعب السوري بأي صلة، وخاصة في هذه الظروف؟ نعم، تحياتي لكم، أسعد الله مساءكم. طبعا هذا الموضوع هو موضوع شائك جدا وموضوع معقد والمعلومات فيه شحيحة ومتناقضة بشكل كبير جدا. الرئيس التركي أعلن أنه تم إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، لذلك الموضوع ليس موضوع إثبات ونفي المعلومة، وإن لا يوجد معلومة رسمية أو تصريح رسمي وموقف رسمي يمكننا كمراكز دراسات الاستناد إليه. هناك معلومات لكن المعلومات إلى الآن هي متناقضة بشكل كبير جدا، مثلا حول الأعداد، حول المهام، حول طبيعة العمل هناك، وأيضا حول ما يتم الكلام عنه للأسباب. لابد من
العودة إلى أن القضايا اليوم، القضية السورية والقضية في ليبيا والقضية في اليمن حتى، لم تعد هي قضية صراع داخلي ونزاع داخلي. نحن أبناء الثورة السورية، هذه الثورة التي عايشناها مرحلة مرحلة، وشاهدنا كيف أنها تنتقل من الدائرة الداخلية إلى الدائرة الإقليمية ثم إلى المصالح المعقدة والمتضاربة الدولية. اليوم القتال في سوريا والقتال في ليبيا والقتال في اليمن بشكل أو بآخر متداخل من حيث اللاعبين، اللاعبين الإقليميين واللاعبين الدوليين مصالحهم. لا أحد اليوم يستطيع أن يغض الطرف عن التفويض. ربما ومن سمح لنا هنا في هذه النقطة أستاذ وائل أن نتحول إلى أدوات رخيصة ننجر وراء تلك الأجندات خارج حدود بلدنا وخارج حدود قضيتنا. تمام، أنتم استخدمتم في تقديمكم وفي التقرير كلمة مرتزق أو مرتزقة. هذا التوصيف اليوم يستخدم بشكل واسع من الناحية الإعلامية، خاصة أن هناك معلومات مؤكدة عن مكاتب تجنيد روسية في درعا، عن مكاتب تجنيد روسية في المنطقة الشرقية، نعم، لتجنيد الشبيحة، لتجنيد عناصر في مختلف المناطق السورية، ليست فقط في مناطق سيطرة النظام، للقتال في أماكن خارج سوريا. ربما هذا المصطلح قانونيا غير دقيق، لأن مصطلح مرتزق لا يرتبط بشكل مباشر بالبعد الجغرافي أو هوية المقاتل بمقدار ما يرتبط بالسبب. المرتزق الذي ورد هذا التوصيف بشكل قانوني في بروتوكولات جنيف الأربعة كاستثناء هو من يقاتل بسبب المال، من أجل المال. اليوم المشهد في ليبيا والمشهد في اليمن والمشهد في سوريا معقد أكثر بكثير من أن يكون القتال لمجرد المال. يا أستاذ وائل، أنا أحترم كل ما تتفضل به لو سمحت لي. اليوم بدك تفهمنا وتفهم المشاهدين أنه اللي عم بيروح سوري من الشمال، وأسألك عن الشمال فقط، بيقاتل في ليبيا ليس من أجل المال. الحديث ربما عن المقاتلين الذين هم سوريون يقاتلون في ليبيا، إن كان في جانب حفتر أو في جانب حكومة الوفاق، بصرف النظر عن هل هو من مناطق النظام أو مناطق المعارضة. نعم، هناك من يقاتل من أجل المال، هناك من يقاتل تحت مظلات من التحالف، التحالفات الإقليمية التي منشأها في سوريا لكنها ممتدة إلى خارج سوريا، وهو بالنهاية شكل من طيب أشكال. أنت يا أستاذ وائل سوري، أنا بدي أسجلها عليك في هذه الحلقة، والمشهد في سوريا أنت شو رأيك بهذا باللي عم بيصير؟ عندما يكون اللاعبين الإقليميين في ليبيا وفي سوريا يا أستاذ وائل، إذا كنت تسمعني لو سمحت، تداخل وتضارب المصالح إلى هذا الشكل المعقد جدا، يصبح الأمر مش رح كفي معك إذا ما عم تسمعني. القتال من أجل المال. أستاذ وائل تسمعني؟ لا يسمعني الأستاذ وائل. على كل الأحوال سأعود إليك بعد قليل لأفهم موقفك، يعني تقول لي إياها وتقولها للمشاهدين بشكل صريح. أنتقل إلى سيادة العميد أحمد. أستاذ زياد الريس جاهز معنا؟ أستاذ زياد الريس سأنتقل إليك للحصول على مزيد من المعلومات. الكاتب الصحفي ضيفي عبر سكايب من عمان، أرحب بك معنا، كل عام وأنت بخير. ما المعلومات الإضافية التي تضيفها لهذه الحلقة عن موضوع اليوم؟ كنا نتحدث عن تركيا التي تجند سوريين للقتال إلى جانب حكومة السراج، حكومة الوفاق، واليوم روسيا والنظام في الجنوب السوري، في درعا، في الغوطة، في السويداء، هناك مكاتب وسماسرة وعلى ذات النهج يدفعون أيضا بالدولار لمن يود أن يقاتل ويتجند القتال إلى جانب حفتر. مساء الخير لكم. مساء النور. دعنا بالبداية نترك توصيف وحكومة الوفاق أو قوات حفتر. من يذهب مع تركيا يذهب ليقاتل مع تركيا، ومن يذهب مع روسيا يذهب ليقاتل مع روسيا أو تحت مسمى الشركات الروسية لحماية مصالح روسيا، سواء كان مصالح نفطية أو مصالح احتلالية في ليبيا أيضا. يعني روسيا وتركيا وهم موجودون في ليبيا بشكل غير شرعي. لماذا نحن نقبل تسمية أنهم سيقاتلون مع الحكومة الفلانية؟ على العكس، لا أعتقد أن هناك أي طرف في ليبيا حقيقة يرحب بوجود أي عنصر سواء كان سوري أو غير سوري. نحن كسوريون مررنا في هذه التجربة، نعلم تماما مرارة وجود. لا، كيف يا أستاذ زياد ثواني شوي، حكومة السراج أليست ممنونة من الدعم التركي وإرسال مقاتلين سوريين للقتال على الجبهات؟ هي ممنونة من الدعم التركي، انتهى. إرسال المقاتلين هي ليست ممنونة، وهذا أمر فرض عليهم.
لا احد يرغب بوجود العناصر الاجنبيه على الاطلاق. يعني نحن العرب نحن لا نرغب في وجود غريب في حينا يسكن في حينا، كيف سنرغب بوجود مقاتل ويحمل ايديولوجيا مختلفه عنا تماما ويتلقى اوامر من سواء كان من حليف او من صديق او ما الى هنالك. اذا من يتوجه الى ليبيا تحت اي مسمى من السوريين تحديدا، نتحدث عن سوريا، هو ذهب للقتال تحت اشراف دوله اجنبيه تمارس هذه الاعمال العسكريه بشكل غير شرعي. هو مرتزق مهما وصفنا، مهما حاولنا نجمل الموضوع. يعني لماذا تذهب الى ليبيا؟ لا يوجد لا قضيه وطنيه ولا قضيه عرض وارض ومال. اذا انت مرتزق، عندما تقاتل دفاعا عن وطنك فانت لست مرتزق، انت صاحب قضيه، دفاعا عن دينك، عن معتقدك، عن عرضك، عن ارضك، عن اقربائك. لكن ان تذهب الى دوله اخرى انت لا تعرف عنها شيء، انت مرتزق، ذهبت من اجل 800 دولار او من اجل امتيازات اخرى. يعني من توجهوا من شمال سوريا. طيب جميل هذا الكلام، جميل جميل، نوافق الراي يا استاذ زياد، ولكن ما الذي يحدث مؤخرا في جنوب سوريا من قبل تماماً. روسيا؟ تماما، هناك شركات روسية حقيقة تقوم بالتجنيد. طبعا هذه الشركات تدعي أنها شركات روسية، أي قطاع مستقل تماما، لكن حقيقة هي تعمل وفق إشراف السفارة الروسية في دمشق وبالتعاون أو بأمر مباشر للنظام اللي يتعاون معه. الخطير في الموضوع أن هذه الشركات هي على استعداد أن تلغي أحكام إعدام يستحقها بعض هؤلاء، يستحقها تماما. قتلوا المئات من المدنيين ليس من عناصر النظام وليس من عناصر المتطرفة، ومع ذلك أنت ستحصل على سقط براءة مباشر عندما توقع معهم لمدة 6 أشهر لتحصل على مبلغ 1,800 دولار إلى 1,200 دولار. هذا التجنيد تسعى هذه الشركات إلى كسب فئة بشكل أفقي من سوريا، لا تذهب للبحث عن 10,000 مقاتل منطقة واحدة. لا، وبدأت بالفعل، بدأت بالحشد بالنقل محدودة. بنقلهم، إن تذكر معي قبل أيام كان هناك رصد لطائرات أجنحة الشام ونزلت في بنغازي وأثارت الشبهات عن ما الذي يدفع بطائرات سورية للأجواء الليبية. الحقيقة الطائرات، أعتقد الطائرات لم تتوقف هناك بشكل دائم، هناك نقل وهناك نقل مقاتلين. لا نعلم، يعني لا نعلم، ليس لدينا دقة تماما لنقول أنهم انتقلوا في الطائرة الفلانية أو لا، لكن هناك مقاتلين وصلوا إلى الأراضي الليبية. هؤلاء المقاتلين ذهبوا مع الشركات الروسية لحماية المصالح الروسية. التدريب كان على حماية منشآت نفطية، على حماية قوافل قد تنقل ذخائر، قد تنقل وقود. يعني نحن لدينا معلومات حول آلية التدريب التي تم اعتمادها مع هؤلاء. لم يكن هناك يعني حوار صريح أنكم ستكونوا جزء من المعارك إطلاقا. نحن نتحدث هنا عن الجانب الروسي أنه أخذهم لحماية مصالحهم. هو ما شروط المطلوبة في من يود أن يتجند؟ لازم يكون مقاتل مثلا عنده خلفية عسكرية ولا كيف؟ نعم، هم يفضلوا من كان ضمن فصائل المعارضة السورية وهو في مناطق النظام وأصحاب التسويات المشكوك بولائهم حقيقة. يعني هي عملية فلترة، النظام لا يرغب بوجود هؤلاء في هذه المناطق ويخاف منهم، وبالتالي القوات الروسية ستحصل على مقاتل متدرب اعتاد أن يتلقى رواتب ليقاتل على مدى 5 أعوام ماضية. سيعطوه مبلغ أكبر قليلا، كان راتبه 100 دولار أصبح راتبه 800 دولار، سيحصلون على خدماته. إذن هذا المطلوب بالدرجة الأولى، جماعة الفيلق الخامس. لا، الفيلق الخامس حقيقة لم يتم نقل عناصر الفيلق الخامس التي تعتقد روسيا أن لديهم ولاء مطلق لها، يعني بعد أن قامت بتدريبهم على مدى السنوات. هم يستدعون أشخاص عبر الفيلق الخامس، أشخاص لم ينتموا بعد لا إلى قوات النظام ولا إلى القوات الروسية، ورفضوا. بعضهم كان قد رفض عرض التجنيد أو التجند في ميليشيات إيران أو في ميليشيات النظام وحتى في الفيلق الخامس. يتم استقطابهم الآن، إطماعهم أن هناك أموال وهناك تعويضات وأنك ستكون ضمن شركة أمنية عالمية. لم يفهموهم حقيقة أنكم ستكونوا مرتزقة وأنكم قد تعدموا في حال ألقي القبض عليكم، لأنكم لا تحملون أي صفة سوى المرتزقة، لا يتم حمايتكم، أنتم في القانون الدولي مجرمون. يعني عم يتخذوا كأنه سيكيورتي، كأنه رجال أمن للحفاظ على منشآت معينة أو أبنية معينة أو قواعد عسكرية معينة، ليس للقتال. دروع بشرية حقيقة، دروع بشرية. هم سيكونوا الخط الأمامي أمام القوات الروسية في حال حصول أي هجوم على حقول البترول أو على مستودعات الذخيرة أو على أي نقاط استراتيجية قوات روسيا. هؤلاء من سيواجهوا. يعني هذول أرخص من مقاتلي الفاغنر لسه؟ أرخص. نعم تماما، يعني هذا ليس له حقوق ولا احد يطالب به حقيقه. وفي حال ذهب ولم يعد يتم دفنه هناك، لا مشكل لديهم ولا مشكل لدى احد، ولا يعلمهم حقيقه على ماذا قاموا بالتوقيع. يعني العقود كانت عباره عن 3 نسخ، يقال ان هناك نسخه عربيه لم يقرا احد. يعني تم حضره اللجنه، لجنه الشركات الى معسكرات التدريب سواء كان في حمص او في القلمون،
وقامت باستدعاء العناصر ودخلوا الى الغرفه وقام بالتوقيع على هذه الورقه ووضع بصمته اليسرى واليمنى وكل شيء وتوجه خارج الغرفه. ولا يعلم شيء سوى انه تلقى مبلغ 200 دولار وما يعادلها على السوري، وقالوا له هذه دفعه اولى لكي تشتري بعض الادوات والحاجيات، وسيتم تسليمكم الرواتب عندما تلتحقوا بوظيفتكم الجديده في الاراضي. مفهوم. سيادة العميد أحمد رحال، أرحب بك معنا من جديد إلى تفاصيل المحلل العسكري والاستراتيجي. كل عام وأنت بخير. بداية، يعني ما كان نقصنا بالقضية السورية غير أنه نتحول لمرتزقة سواء من طرف تركيا أو من طرف روسيا. لماذا السوري اليوم العين عليه من أجل تحويله إلى مقاتل بمقابل مادي في أرض ليست أرضه؟ وأصلا يعني المرتزقة في ليبيا يقاتلون منذ زمن، منذ الثورة حتى، في من تشاد ومن النيجر ومن السودان إذا بدك، وفاغنر الروسية والأفارقة كتار. لماذا السوري اليوم العين عليه من الروس ومن الأتراك، وبدأوا فعليا بنقل مقاتلين من الشمال ومن الجنوب من عدة مناطق إلى الأراضي الليبية؟ بداية، كل عام أنت بخير لك ولأهلنا ولشعبنا ولكل ضيوفك الكرام. كل عام وانت. يعني مثل ما بدينا بالحلقة، لا ناقة لنا ولا جمل، لكن خلونا نعرف كيف تدرج الموضوع، يعني حتى شعبنا يكون عم يطلع أنه كيف كانت المواقف وكيف تم تجنيد هؤلاء وأخذهم إلى ليبيا سواء كان من النظام أو من قبل الجيش الوطني. كلنا بنتذكر أنه هالموضوع طرح على أوريانت، ولما سئل العقيد زياد حج عبيد منك شخصيا قال لك انه نحن هذا الامر وصلنا وانا نتدارس الموضوع ولم نعطي قرار بعد. ثاني يوم طلعت حملات تكذيب بكل الابواق، وطلع ما يسمى وزير الدفاع بالحكومه المؤقته العميد سليم ادريس ونفى الموضوع جمله وتفصيلا، وقال الحكي ما صحيح، لم يطلب منا ولم نرسل ولن نرسل احد الى ليبيا. ثاني يوم، ثالث يوم، طلع الرئيس أردوغان وقال لقد أرسلنا قوات سورية وهناك سوريين الآن في ليبيا. نعم. هون خرست كل قادة المعارضة وخرست كل قادة الفصائل بما فيهم العميد سليم إدريس، ولم يعد يخرج أي تصريح منهم. لا خرج. طيب. خرج اليوم نحن كموقف معارضة اللي بتحكي يا سيادة العميد، سامحني على المقاطعة، اللي بتحكي انه اليوم القضية السورية والقضية الليبية كما قال قبل قليل الأستاذ وائل علوان هي قضية واحدة، اليوم نحن نقاتل في قضية واحدة وتوجه واحد، يعني صار الدفاع اليوم عن الموضوع علني. ما بدي اذكر لك اسماء، بتعرف من عم نحكي. هذا رح رد على الكلام هذا. اول شغلة مبدأ عام، نحن كثورة سورية علاقتنا داخل حدود الجمهورية العربية السورية، عدونا نظام الأسد وكل من قاتل إلى جانب الأسد، وعدونا هو الإرهاب. هذول اللي نحن توجهنا ضدهم. النقطة الثانية، تركيا لا حق في رقابنا، مثل أي دولة عربية أو أوروبية أو غربية وقفت إلى جانب الثورة السورية، لكن وقوفنا إلى جانبها لا يكون على حساب شرفنا، على حساب عرضنا، على حساب كرامتنا، على حساب سمعتنا كثورة سورية. يعني اليوم إذا إنسان قدم لي مساعدة في بيتي، هل أقدم له شرفي تعويض على المساعدة اللي قدم لي؟ شو خص الشرف يا سيادة العميد؟ شو خص الشرف اليوم؟ هذه معارك تخاض اليوم. يا صديقي، اليوم نحن 9 سنوات بالثورة السورية، نخرج على الإعلام ونقول نحن نحارب مرتزقة لحزب الله ومرتزقة لإيران ومرتزقة للزينبيون وفاطميون ومرتزقة الحشد الشيعي العراقي. ليش؟ لأن هذول اجوا من خارج الحدود لحتى يدعموا بشار الأسد ضدنا. طيب كيف أنا هذا السلاح اللي حملته 9 سنوات وأحارب المرتزقة اليوم أتحول إلى مرتزق؟ المرتزق كما قال الأخ زياد وكما شرح الأخ وائل هي ليست شتيمة، المرتزق ليست مسبة، المرتزق توصيف قانوني، هو كل من يتقاضى الأموال في قضية لا تخصه. قانوني ولغوي. اليوم فاغنر شركة مرتزقة، بلاك ووتر شركة مرتزقة، ونظام الأسد، لو أجينا كمان عن نظام الأسد، نظام الأسد له باع طويل في الموضوع. كما قلتم أبو القعقاع اللي أرسل الآلاف من سوريا إلى لبنان وقتلهم،
بدل ما ننسى فتح الإسلام وشاكر العبسي اللي راحوا على مخيم نهر البارد وقتلوا الجيش اللبناني وقاموا بعمله خدمة لمخابرات الأسد، واليوم عم يتم تجنيدهم سواء كان في أرياف دير الزور بالميادين والبوكمال والعشائر من قبل الروس أو في الجنوب أو في أرياف حمص. وبالتالي اليوم صفة الارتزاق هي تخدم نظام الأسد لأنه يعتمد على المرتزقة للدفاع عن كرسي الحكم تبعه. لكن نحن كسوريين، أنا لا نقلي ولا جمل، أنا أعطي موقف، أنا أدعم الموقف العربي ضد الحوثيين في اليمن لأن هؤلاء عم يتبعوا لعدو إيران. أنا ضد حزب الله كموقف، لكن هل غدا سأرسل مرتزقة سوريين ليقاتلوا بلبنان ميشيل عون ويقاتلوا وئام وهاب؟ لا لا لا، هذا الكلام مستحيل. هذا الكلام. وبالتالي اليوم نحن في ليبيا لا نقل لنا ولا جمل، لا نقف إلى جانب حفتر ولا نقف إلى جانب السراج، ونبتعد عن هذا الموضوع. أما أن نرسل مقاتلين ونتحول إلى مرتزقة اليوم، طيب مشان ما بعد كثير عن السؤال، سيادة العميد لماذا السوري اليوم مستهدف لكي يكون مرتزق، لكي يتم تجنيده للقتال هنا أو هناك؟ يعني اليوم صفة الارتزاق أعطيت على الثورة السورية أو أعطيت على من ذهب إلى ليبيا، استخدم البعض كعنوان للتخلي عن الثورة السورية. يعني أنا كثير بحس بنفسي لما أسمع الإعلام العربي اللي كان عم يدعم الثورة السورية واللي كان عم يدعم قضية الشعب السوري اليوم يقول المرتزقة السوريين وبيخرج علينا بلقاءات معهم وكيف تم الأخذهم إلى ليبيا وكيف تم أسرهم. يعني هذا كلام مؤلم كثير. هلا المرتزقة أين يستخدمون؟ المرتزقة يستخدمون في أخطر المواقع التي لا يمكن للجيوش النظامية أن تدخلها. اليوم روسيا ما أنا قادر الزج بالجيش الروسي، تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب تبعه وتحتاج إلى دستور لأنه يخرج قواتهم. طيب وبالتالي بعد شركة فاغنر، مو في شركات حول العالم بتأمن مقاتلين مرتزقة يا سيادة العميد، ومو في كمان أفارقة كمان جاهزين لأنه نقاتلوا، ليش السوري؟ لا هلا هنا عم يجيبوا من كل المواقع. اليوم حفتر عم يقاتل جنب منه السودانيين، عم يقاتل جنب منه شركة فاغنر، عم يقاتل جنب منه السوريين اللي تم جلبهم من سوريا وإن لم يثبت بعد. يعني اليوم طالما أني لا أشاهد سوري أسير لدى قوات السراج لا أستطيع أن أقول هناك سوريين من جانب النظام. وأن كنت أسمع اليوم عن عمليات تجنيل وأنه أجنحة الشام تنقل هؤلاء المقاتلين، لكن بالطرف الآخر يعني قدمونا جسس وقدمونا لقاءات مع أكثر من 100 أسير من الجيش الوطني اليوم تم أسرهم من قبل ميليشيات حفتر. إذا اليوم السوريين عم يتم زجهم للموت، عم يتم استخدامهم. أنا مين بلوم اليوم يا سيادة العميد؟ في مواقع صعبة، بلوم التركي وبلوم الروسي اللي عم بيحققوا مصالحهم في ليبيا، ولا بلوم من هو مسؤول عن هؤلاء الشباب المقاتلين اللي إذا اتفقنا مجازا أنه مغرر بهم أو بسبب سوء أحوال معيشتهم، بسبب يعني الفقر المدقع الذي يعيشون فيه وتعيش به عائلتهم، من ألوم اليوم؟ يعني أولا أنا كان الطرف ثورة سورية، أنا لا أوجه اللوم للأطراف الخارجية ولا أعطي مبرر من أن الضائقة الاقتصادية يمكن أن تجعل مني لص أو حرامي أو فاسد أو مرتزق. هذا الكلام منفي أخلاقيا ومنفي إسلاميا ومنفي سوريا. أنا أوجه اللوم بشكل أساسي إلى من يسمون نفسهم جيش وطني. لو قالوا جيش بقبلهم إياها، أما كلمة وطني، الوطني يعني العمل لمصلحة الوطن، العمل لمصلحة الشعب، العمل لمصلحة الثورة. أنا لاني شايف جبهة وطنية ولاني شايف جيش وطني، وهؤلاء من يتحملون المسؤولية وليس لهم أي مبرر لا قانوني ولا أخلاقي. القادة والجيش الوطني شو دخلهم؟ يعني التجنيد يتم من العناصر في الجيش الوطني بالدرجة الأولى؟ يعني أنا أقول من خارج من الجيش الوطني أو من الجبهة الوطنية أو من فصائل الداخل. اليوم تركيا قادرة تجند، عندها 4 مليون سوري موجودين بتركيا وعندها 4 مليون سوري على الحدود قادرة تجند عشرات الآلاف. إنما أنا أتوجه هذول، أنا ما لي سلطة عليهم.
هدول ما في قانون أنا أحكمه فيه، هدول المدنيين اللي طوعوا وراحوا، كل واحد يتحمل مسؤوليته الشخصية. أنا أتحدث عن عناصر الجيش الوطني من الشاه مراد والحمزات والعمشات وجماعة أبو عمشة وجماعة جبهة الوطنية، وحاسب هدول، هدول لهم قيادة، هدول قادتهم الموجودين هلا كلهم، معتز رسلان ولا أبو عمشة ولا كل الشباب الموجودين في ليبيا، وأحمل سليم إدريس بالدرجة الأولى، هدول كلهم تحت قيادة العميد سليم إدريس. طبعا هؤلاء من يتحملوا المسؤولية. علينا أن نبقي قتالنا وصراعنا داخل حدود الجمهورية العربية السورية. بوصلت التوجه، ليش بيسموا لك الجيش عقيدة؟ شو العقيدة السورية تاعتنا؟ عقيدتنا السورية قتال كل نظام الأسد ومن يقف إلى نظام الأسد والإرهاب. وبالتالي هذا هدفي، هاي البوصلة تبعي، أن أزج بمقاتليني بالخارج يتحمل المسؤولية العميد سليم إدريس وكل قادة الجيش الوطني وما يسمى قادة الفيالق أو ما يسمى الجبهة الوطنية، هؤلاء يتحملون المسؤولية. والزج بالسوريين في قضايا ليست سورية ولا تخدم الثورة السورية وتعود بالارتزاق والصفات الخبيثة على الثورة السورية، يتحمل مسؤولية هؤلاء. أستاذ وائل علوان، باختصار لأنه داهمنا الوقت قليلا، بعطيك دقيقة بس إذا كان عندك أي ردود على ما تفضل به سيادة العميد. لا يسمعنا. أستاذ زياد الرئيس، اليوم ما تقوم به روسيا هل يمكن أن يعمم على نطاق واسع؟ يعني بدأنا كما قال لك سيادة العميد، وأنا أشهد عندما فتحت الملفات بالنسبة لتجنيد تركيا لمرتزقة إلى ليبيا تأنينا كثيرا قبل طرح الملف حتى نتأكد، ومنذ ذلك الحين كانوا بالبداية كذبوا وما إلى ذلك، أصبح الموضوع علني وأصبحت الأعداد كبيرة. روسيا تتجه بذات الخط، هل نحن على أبواب اليوم حشد للآلاف ربما من الجنوب؟ يعني ليس من الجنوب فقط، اليوم روسيا تقوم بالتجنيد من الحسك، تقوم بالتجنيد من دير الزور، تقوم بالتجنيد من حمص، هناك دفعة كبيرة التحقت بمعسكرات التدريب من أبناء حمص، أعتقد 300 مقاتل التحقوا. لكن ما يميز تجنيد القوات الروسية عن الذين ذهبوا للجيش الوطني كما تحدث سيادة العميد، أنهم لم يكونوا جزء من المعارك، لم يتوجهوا إلى الجبهات وإلى المعارك، توجهوا لحماية مصالح روسيا كونهم العنصر الأرخص ثمنا والأرخص اقتصاديا، وأيضا هو البدون تقريبا، يعني هو لا يوجد نظام يسأل عنه، لا توجد حكومات، لا يوجد مجتمع، لا يوجد أي أحد مؤسسات تقول أين ذهبتم بهذا الشاب أو لماذا جندتوه هناك. النظام إلى أي درجة مستفيد من ما يحدث؟ القوات الروسية أو الشركات الروسية مستفيدة إلى بشكل يعني قدر كبير جدا، يعني أنت لا تعلم حقيقة حالة الجهل التي تسود المناطق التي تقوم قوات الروسية الآن بتجنيد المقاتلين. البعض منهم كان يعتقد أنه يلتحق بقوات النظام، يعني رغم سوء قوات النظام إلا أنه كان يعتقد أنه سيلتحق بقوات النظام وأنه سيذهب إلى ليبيا مع القوات الروسية مع قوات النظام، أنه جيش سوري. يعني حالة جهل وحالة طيب ولو بثوانية يا أستاذ زياد إذا سمحت لي، أهالي السويداء حتى خلال 10 سنوات رفضوا التجنيد، رفضوا القتال بمعظمهم، لا أتحدث عن فئات قليلة جدا، تحدث بالعموم، رفضوا القتال إلى جانب النظام السوري والانخراط بالدم السوري. كيف اليوم هناك حملات في السويداء للتجنيد إلى ليبيا؟ هذه الحملات تواجه يعني حملات مضادة كبيرة جدا. لا ننسى أن هناك عدد كبير يعني أو لا بأس به من أبناء السويداء موالين لحزب الله، موالين القوات الروسية، البعض منهم مقرب من عناصر الفيلق الخامس ويتم استقطابهم عبر قادة مجموعات الفيلق الخامس. أما وطبعا هناك أمر أيضا، الروسي يعتمد بمبدأ الوساطة والإكرامية، لك $100 على كل شخص ينتسب لهذه الشركات، وبالتالي هناك حالة دعوة. لكن أقوى سمسرة أقوى يعني لعملية التجنيد، كل من يقنع شاب له نسب، في نسب حتى للأشخاص اللي بيجندوا. نعم، هناك في الحسكة حاليا هناك اعتماد على بعض من تم تنصيبهم شيوخ عشائر وهم من غادر إلى إيران وفي طهران والتقى مع مسؤولين إيرانيين قبل عام وانتقوا مع المملوك. هؤلاء طرحت عليهم الشركات الروسية أن يكون لكل شخص $200 إكرامية عن كل من يلتحق في صفوف هذه الشركة، على كل رأس. يعني أتوقع أن يكون هناك أرقام بين 500 إلى 1000 مقاتل سيلتحق من مناطق الحسكة ودير الزور قريبا في معسكرات يا سلام. طيب
أستاذ وائل علوان، أيضا كان الخط مقطوع معك قبل قليل، حاولت أن إذا استمعت لما قاله سيادة العميد أحمد رحال وهو صوت معظم السوريين بأغلبهم سواء في الداخل أو في الخارج، نظرتهم لما يحدث، إن كان لديك رد على ما قاله أو رأي آخر. لا ليس هناك رد سيدي. بالفعل العميد أحمد رحال نقل جزء من الرأي الشعبي، هناك رأي ثوري طبعا وهناك رأي شعبي، حتى أشار الأستاذ زياد أن حتى في المنطقة الشرقية وفي السويداء وفي القنيطرة هناك معلومات خاصة في المركز لدينا عن رفض شعبي لمكاتب تجنيد أقامتها ميليشيات تابعة للقوات الروسية، ليست بشكل مباشر طبعا. أنا أعرج دائما، أنا لا أريد طبعا أن أظهر في شكل محامي دفاع أو مهاجم أو منتقد أو مدافع، وأنا أخبرت فريق الإعداد لديكم أنني بصراحة في هذه الحلقة أدخل بحذر في حقل الألغام. حقل الألغام واضح أنه شائك ومعقد، والسبب الرئيسي نحن في مركز دراسات عندما نتعامل مع هذا هكذا أهم ملف بهذه الصعوبة أنه لا يوجد معلومات مضبوطة، معلومات رسمية، معلومات مقررة. في معلومات، في معلومات، في معلومات يا أستاذ وائل. خليني بسط عليك السؤال، بسط عليك السؤال. ليس هناك مواقف. طيب خليني بسط عليك السؤال. قال لك سيادة العميد وأنا شاهد عندما فتحنا الملف في بداياته استضفنا أحد القادة في الجيش الوطني وقال فعلا اعترف أن هناك مفاوضات وطلب من تركيا بتجنيد أو نقل مقاتلين في الجيش الوطني، انتبه، في الجيش الوطني إلى ليبيا. لم ينكر الموضوع، ربما كانت منه زلة لسان، ربما يعني لم يكن بوارد أن يخفي هذا الموضوع، قالها على الهواء مباشرة وحدث ما حدث. اليوم قال لك سيادة العميد أنا لا ألوم تركيا التي تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى، لا ألوم روسيا التي تفعل ما تفعل، وخلينا بالجيش الوطني، بل ألوم سليم إدريس بحكم موقعه اليوم كوزير للدفاع في المناطق المحررة في الحكومة المؤقتة، ألوم قادة الفصائل المنضوية في الجيش الوطني والتي سماها لا وطني. إلى أي درجة تؤيد ما قاله أم أن لديك رأي آخر؟ لأنه بداية الحلقة قلت عم بتقول لي أن القتال الأديولوجية يعني يوم واحدة من اليمن إلى سوريا إلى ليبيا. نعم طبعا لدي رأي مختلف لأنه مراكز دراسة تتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة. سيدي كمعلومات موجود ونحن أنا أتابع بشكل شخصي ضمن المركز هذه المعلومات بدقة، وأجريت مقابلات كثيرة ولقاءات واتصالات لأحصل على معلومات دقيقة. أنا أتكلم عن عدم وجود موقف ممكن أن أستند عليه لإعطاء تصريحات ولإعطاء تحليل، هذا التحليل يجب أن يستند إلى شيء من المواقف. موضوع الارتزاق سيدي، هذا المصطلح أنا بدأت في مداخلتي الأولى للتعريج على أن الارتزاق هو مصطلح قانوني يعني القتال بدافع المال، يعني بشكل أو بآخر لا علاقة للجغرافيا ولا علاقة للقضية بموضوع مصطلح الارتزاق. ذكر ذلك الأستاذ العميد أحمد وقال أنه هي مو مسبب، يعني هو توصيف، يعني هو توصيف قانوني وليس لغوي. من يقاتل من أجل المال يسمى مرتزق في بروتوكولات جنيف الأربعة، هناك استثناء من الحقوق لمن يقاتل من أجل المال، حقوق قانون النزاعات الدولية الإنسانية، بمعنى أن الأمر خطير جدا. تقول لي الآن أليس الذين ذهبوا للقتال في ليبيا من جنجاويد السودان، من مصر، من سوريا، من أليسوا مرتزقة؟ الحكم لا يكون على هذا الشكل العام والشمولي، هناك من يقاتل من أجل قضايا سياسية، هناك من يقاتل تحت تحالفات سياسية. هذا الأمر يفرضه طبيعة تعقيد الملفات، تحالفات سياسية بين من ومن، كم مرة نكروا، كم مرة نكروا بالجيش الوطني سياسية. يعني هناك إنهم عم يرسلوا لحد اليوم إنهم عم يرسلوا مقاتلين من الجيش الوطني لليبيا، تحالفات مين؟ نحن قضيتنا يا أستاذ علوان، نعم يا أستاذ علوان، نحن قضيتنا سوريا ولا قضيتنا ليبيا ولا بكرة بيطلعونا بأفغانستان كمان يمكن يكون في قضية. تماما لذلك هناك كما قلت أطراف مؤثرة مسيطرة صاحبة قرار في سوريا، أطراف غير سورية من اللاعبين الإقليميين، اللاعبين الدوليين، تدخلهم في سوريا سلبا وإيجابا بعد طول هذه الثورة إلى ما تجاوز 9 سنوات فرض ضريبة. هذه الضريبة من المصالح وتقاطعاتها يدفعها اليوم الشعب السوري مثل ما يدفعها باقي الشعوب التي لا حول لها ولا قوة، وما بدأتم به تقريركم لا ناقة ولا جمل أحيانا. لكن أنا
أقول يعني علينا أن نوصف بشكل دقيق أن المرتزق هو من يقاتل من أجل المال، بمعنى أنه قد يكون هناك مقاتل سوري يقاتل في سوريا ويسمى مرتزق. من يقاتل من أجل المال، من يقتل وقد يقتل من أجل المال فقط دون قضية سياسية ودون قضية ثورية أو إقليمية أو دولية أو إيديولوجية يا سيدي، يعني الإسلاميين لا يعترفون أساسا بالحدود ويقاتلون خارج الحدود عادة بدافع إيديولوجيا، هذا لا يسمى مرتزق. تمام، وصلت الصورة سيادة العميد، خلصت القول عندك وبدقيقة واحدة. اليوم أيضا من يقاتل في الجيش الوطني أو يقاتل ويأخذ دعم من أي دولة أخرى على حتى في ضمن سوريا ومن أجل قضيته سوريا هو أيضا مرتزق قانونيا. تفضل اختمنا الحلقة سيادة العميد. يعني أنا بس بدي أحكي كلمة واحدة، بالنهاية الشعب السوري قدم تضحيات كثيرة، قدم شهداء كتار، عبيد شراد، عبيد نزاح، عايش تحت الأشجار، عايش بالمخيمات. كسوريين احتراما لقضيتنا، احتراما لشعبنا، يفترض أنه يكون صوتنا وتكون مواقفنا وتكون أعمالنا تخدم مصالحنا الشعب السوري، وتكون أكبر من مصالح الدول، تكون أكبر من مصالح مراكز دراسات، تكون أكبر من مصالح السفارات وأجهزة الاستخبارات. هذا الشعب يستحق منا أن نوقف إلى جانبه ونقول الحقيقة. اليوم يجب أن يتسيد الموقف أناس غير الناس المتسيدين. اليوم الناس المتسيدين بالمعارضة سياسيين وعسكريين، باعوا القضية السورية، باعوا الثورة السورية، باعوا مصالح الشعب السوري لأجهزة استخبارات، لسفارات، لصراع مصالح دولية. لازم يكون هناك قيادة جديدة، لازم يكون هناك عطينا كلمة للمقاتل اللي عم بيروح، هذا الإنسان البسيط اللي بشكل أو بآخر يغرر به إما بالمال إما بالعقيدة إما بالأيديولوجية بأي شكل من الأشكال. يعني هاي الرسالة أنا بدي أوجه للمقاتل في كل مكان موجود فيه بشكل خاطئ. بدي أقول لكل الشباب السوريين اللي موجودين عند جبهة الجولاني، جبهة الإرهاب الجولانية، لكل مقاتل سوري عم يتجند مع الروس ولا مع نظام الأسد، لكل مقاتل سوري يفترض أن تكون وجهته قتال نظام الأسد وإيران وحزب الله. هؤلاء الذين يؤخذ بهم إلى جبهات أخرى، عليكم العودة لوطنكم، العودة لقضيتكم، العودة لمصالح الشعب السوري، للثورة السورية. حتى اليوم لم نسقط الأسد، حتى اليوم احترموا على الأقل أرواح الشهداء، احترموا على الأقل لا أقل من 500,000 معتقل ما زالوا في أقبية نظام الأسد، احترموا المعاناة اللي عم يعانيها أهلنا بالمخيمات وتحت الطرق وتحت الأشجار. هؤلاء عليهم الحق في رقابنا كمقاتلين، كقادة سياسيين، كقادة عسكريين، أنه نخدم ونوجه كل ما نستطيع من قوة لمعاناة هؤلاء ولمصالح هؤلاء المواطنين. أما اليوم نروح لنقاتل إلى جانب الروس ولا نقاتل إلى جانب حفتر ولا نقاتل إلى جانب السراج، هذا عمل منافي للبوصلة السورية، هذا عمل لا يخدم الثورة السورية، وهذا عمل ينزع عنا صفة الثورة وعدالة الثورة اللي خرجنا فيها لنسقط نظام الأسد. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا سيادة العميد أحمد رحال، المحلل العسكري والاستراتيجي، ضيفي من إسطنبول. شكرا أيضا لضيفي من إسطنبول الأستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، وللصحفي الكاتب الصحفي الأستاذ زياد الرئيس، ضيفي عبر سكايب من عمان. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أنا أعود ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. كونوا على الموعد، ولا تنسوا أن تتابعونا دائما على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بأمان الله.